وهذا المذبذب يمكن شفناها المحاضرات الماضيه او المحاضره الماضيه، ممكن نستخدم مذبذب هارتلي او كولبت او اي حاجه ثانيه، في النهايه بده يطلع لي عباره عن ايش؟ عباره عن ساين ويف، لانه انت لما توصلها للانتنه، الانتنه بس بتاخذ ايش؟ ساين ويف، موجه جيبيه. فانا حصلت على المذبذب هنا وبتردد معين. طبعا كل مثلا زي قنوات الراديو، قنوات الراديو كل شخص او كل محطه بترسل على تردد معين، فانت برضو لما تيجي ترسل عبر انتنه لازم تختار تردد معين، تمام؟ وغالبا احنا ممكن نختاره في الموجات الراديويه بتردد الميجا هرتز. بعد هيك يا شباب الموجه هذه انا ممكن ارسلها مباشره لمين؟ للانتنه، تمام؟ ولكن عشان ترسل انت ليش تستفيد منها؟ ولا بتستفيدش حاجه، انت بدك ترسل معها رساله، تمام؟ فهذه الموجة اللي هنا انت ممكن تبعثها للانتنة، ولكن لازم ترسل معها رسالة. عملية ارسال رسالة معها بنسميها عملية التضمين، ولكن هالمرة ايش حطينا؟ حطينا ال مع سي، عبارة عن كاباسيتور واندكتور مع بعض. هذه ال مع سي بتعمل زي كأنها يعني فلتر. الفلتر هذا بقول للمكبر انا مش هخليك تكبر الا بس تردد واحد، تمام؟ وهنا طبعا احنا بناخذ ايش؟ الخرج، او ممكن تاخذه من فوق اذا في مقاومه هنا، او ممكن تاخذه من هنا، تمام؟ فالخرج يعني كثير اشكالها شباب التيون امبليفاير، ولكن هذا عباره عن مثال. طيب الاشاره هذه ممكن انا اوديها مباشره لمين؟ للتيون امبليفاير ويتم ارسالها، ولكن انا طب ايش بستفيد؟ انا بدي ارسل ضغطه مفتاح اذا هو مضغوط ولا لا. عشان نعمل عمليه ارسال لضغطه المفتاح في بنسميها عمليه التضمين او الموديوليشن، في عشرات انواع من الموديوليشن، تمام؟ ولكن انا ما بديش اعقدكم، ما بديش اعقد نفسي في محاضرات لسه احنا في مستويات ما بنغطيش فيها اتصالات، ولكن في يعني نوع من الانواع بسيط جدا جدا جدا، وبدناش ايش نخوض في اي حاجه معقده. ايش النوع؟ الان الاشاره اللي هنا لما تكون واصله الطرف هذا يتم ارسالها. طب لما تكون لما انا امنعها انها تصل الطرف هذا ايش مالها؟ لا يتم ارسالها. وبالتالي انا ممكن اعرف انه والله هذه الاشاره واصله او مش واصله، او امنع هذه الاشاره تصل هناك عن طريق مفتاح. يعني ممكن احط انا مفتاح هنا وهنا يعني في الطريق هنا، وبالتالي لو وصل او ما وصل بكون ايش؟ بكون انضغط او ما انضغط. في طريقه ثانيه انك تستخدم مفتاح بالشكل هذا، تمام؟ اللي عندي اليوم، وطبعا بكون مكتوب عليها التردد تبعنا، فهذه كريستالة ترددها زي ما هو مكتوب هنا 27 يعني 27 ميجا هرتز، اوكي؟ 27 ميجا هرتز، وهي محطوطة هنا تقريبا، كويس؟ اعمل يعني ملف بايدي، ولكن هذا جاي بقيمة محددة بكون اسهل علي. هنا كل ملفات والمكثفات، وفي الاخر بتطلع هنا ايش؟ عندي هنا هذا السلك هو ايش؟ سلك الخرج اللي هو هنا. فانا بدي افحص بصراحة الخرج وين؟ بدي افحص الخرج بالضبط هاي تيوند امبليفاير هنا، بدي افحص الخرج على خرج التيوند امبليفاير قبل ما يروح لمين؟ للجزء الاخر. فانا بدي احط هنا الاسيلوسكوب واشوف فعليا ايش الخرج. والان هذا يا شباب هو شكل الاشاره يعني قبل ما نضغط اي سويتشات، اوكي؟ فالان بدي اضغط سويتش واتركه واشوف يعني ايش اللي بده يصير. هاي الحين بدي اضغط، ها شايفين ايش اللي صار؟ ها هاي بضغط وبترك، بضغط وبترك، ها شايفين؟ تظهر تقريبا بلصة صغيرة جدا هنا وهنا. طبعا شباب كل ما كانت الانتنة افضل، وكل ما كان الارسال اقوى والجهد اعلى والباور اعلى، كل ما كان البلصة اللي بنشوفها قبل شوية هذه بتكون اكبر واوضح، تمام؟ وهذا النويز كله هذا بيكون ايش؟ مش موجود. ولكن احنا لسه هذه عبارة عن ايش؟ دائرة ابتدائية فقط لتوضيح يعني تعلمية، فقط توضيح فعلا الفكرة، وفعلا هل احنا ممكن نستخدمها ولا لا. هاي زي ما انا شرحت تقريبا في البلصة صغيرة هذه اللي بتظهر، هذه نفترض البلصة لو احنا وديناها على مكثف ممكن فعلا ايش؟ يعني يمررنا اياها ونستخدمها بعد هيك في يعني مشاريع ثانية في ليفل 4 ان شاء الله في المستوى الرابع. هنشوف كيف هذه البلصة ناخذها ونعمل فيها حاجات رائعة جدا. بسموها بالانجليزي ايلاند، اوكي؟ انت بتسميها جزيرة، يعتبر هي عبارة عن قطعة صغيرة انت ممكن تشبك عليها اللي بدك اياه، تمام؟ وانت تلزقها بمين؟ بالقطعة النحاسية هذه. فانت هيك يا شباب بتخلص بكثير من التشويش، وبتخلي دائرة الاتصالات المستقبل والمرسل اقوى، ويعني ممكن حتى ايش؟ ما يرسل يعني لمدى ابعد لو كان ايش؟ الاشارة قوية ونقية، تمام؟